في الحقيقة يا ياسر اللي حصل لك أساءني كثير كثير مرة. يعني أنا صحيح إني ما أعرفك ولا بيني وبينك سابق معرفة، ولكن اللي حصل لك هذا ممكن إنه يحصل لأي واحد من الشباب. يعني ممكن يتعرف على واحدة ويبلش بها وتكون متسلطة ولسانها مفلوت وتصير سالفة مثل سالفتك، ها؟ لكن أنا بصراحة يعني حبيت أواسيك وأطيب خاطرك، أي وجايب لك هدية زينة. تعال معي شوف. على ما تشوف عينك، هذه السيارة الهدية، وانت كفو وتستاهل كل خير. الله يطول لي عمرك يا شيخ ويخليك لنا يا رب. والله يا ابو سامي انك علمك طيب وانك رالي العطايا وعلومك كلها طيبة. وهذا مفتاح السيارة معي، والشيخ ما يعطي للمثلك شرواك. تستاهل سم. تستاهل. اي استاهل استاهل، وابيك تسد اذنيك عن كل اللي ينتقدونك. لكن تعرف وش احلى ما عجبني في هالسيارة؟ وشو؟ اللوحة. صور صور. اسمع يا اخ جورجيو. طيب شكرا، كذا انتهى الاجتماع، تفضلوا برا. قصده جورجيو، جورجيو ما يفهم ذا الهطف. انا هطف؟ انا هطف؟ الله يا الدنيا، الحين صرت انا هطف يا ابو منال؟ يا عامر يا عامر تكفى، مشيها لي، ضغوطات نفسيه وكذا. خلاص اهدى اهدى، لا تقعد تتبكبك عند الحسابات، ترى تنفضح. ها اسمع يا جورجيو، الحل اللي اقترحته لنا ما نفع، بالعكس زاد الطين بله. ايوه هذا انت قلتها بلسانك، اقترحته، يعني انا ما جبرتك على شيء. بعدين انا وش دوري؟ دوري انشر، فلانه ماتت قطوتها انشر، فلان شرى فروه انشر، انا ادور محتوى ولا لا؟ الا